السلام عليكم يا جيش لين اكس المكون من 107,000 اسطورة. اوكي، في بداية هذا الفيديو سأتحدث لكم على موضوع مهم بالنسبة لي وبالنسبة لكم ايضا، وهو الشراكة. قبل شهر ونص تقريبا تكلمنا في موضوع الشراكة وقلت لكم اعملوا منشن للمطور بدرو وقولوا له نريد لين اكس في الشراكة وكذا. المهم المطور بدرو رغم كل المنشنات اللي عملتوها لا اعرف شو خطبه، ما رد باي حال ورغم كل الرسائل، لذلك جبت لكم مطور اخر وهو صالح. هذا المطور عنده 15,000 متابع في الانستغرام، يعني كل ما كان المطور متابعين اقل في الانستغرام كل ما سهل عليه رؤية المنشنات ورسائلكم. لذلك يا اساطير اتمنى من كل اسطورة يحب لين اكس ويحب محتوى لين اكس وبده يشوف لين اكس في الشراكة انه يدخل عند هذا المطور، هذا الذي على اليمين حسابي في الانستغرام واللي على اليسار حساب مطور صالح. اتمنى تعمل منشن للمطور صالح وتعمل لي انا ايضا منشن كما ترى في الفيديو امامك اللي تشوفه، وتكتب نريد الاسطورة لين اكس في الشراكة، وكمان في الرسائل عند هذا المطور اتمنى تصدعوا له راسه وقولوا له نريد الاسطورة لين اكس في الشراكة، يعني على قد ما تقدر من الرسائل والمنشنات اعمل له. انا اتمنى انكم ترسلوا له اكثر من 20 رسالة وتقولوا له فيها نريد لين اكس في الشراكة، وايضا اكثر من 20 او 30 منشن لي وللمطور صالح ايضا وتكتبوا له نريد اللين اكس في الشراكة. وشكرا لكل اسطورة راح يعمل هذا الشيء، واللي عمل هذه الاشياء هذا دليل على انه من المتابعين اللي يحبوا اللين اكس ويحبوا محتواه وكمان متابع وفي جدا جدا. وطبعا الشراكة راح تفيدنا كلنا، يعني راح تفيدني انا وتفيدكم انتم ايضا، ويعني من فوائدها انه راح ابدا اوزع اكواد في حسابي في الانستغرام، وكمان راح يكونوا جوائز وكثير اشياء لان ارباح اليوتيوب ضعيفة جدا 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 جدا، ما تسمح لي انني اشحن لكم يا اساطير، لذلك الشراكة راح تساعدني في توزيع عليكم اكواد حتى لو كانت قليلة، المهم انها راح تكون افضل من لا شيء. المهم اعتمد عليكم يا اساطير في كل ما قلت، هذا هو حساب مطور صالح، اتمنى انكم تصدعوا له راسه بالمنشنات وبالرسائل، وشكرا لكم من القلب يا اصدقاء، وبدون مطولات اكثر دعونا نبدأ في الفيديو. بمناسبة شهر يناير 2023 سيرفرات فري فاير خرجت على السيطرة يا أصدقاء، لذلك في هذا الفيديو وبهذه المناسبة الأسطورية سوف ندخل لأفضل 3 سيرفرات فري فاير ونرى الأحداث الأسطورية والمجانية اللي نازلة فيهم، وكمان نعمل فيهم جولة كاملة متكاملة. أعرف أن متابعين لين اكس القدماء فاهمين الفكرة ولا أحتاج أشرحها لهم مرة ثانية، لكن أشرح بس الفكرة للناس لأول مرة راح تشوف هذا الفيديو. المهم يا أساطير لا تنسوا أنكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد في الثانية الأولى، ولا تنسوا الفولو في الانستغرام تبعي وكمان الاشتراك في قناتي الثانية الظاهرة أمامكم، ودعونا نروح نعمل جولة في هذه السيرفرات. سيكون تحدي أسطوري في هذا الفيديو يا أصدقاء، والتحدي هو أنكم تعرفوا اسم السيرفر بدون ما أقول لكم أنا الاسم، يعني أنا في نهاية كل سيرفر وفي نهاية كل استعراض لسيرفر سوف أقول لكم الاسم، ولكن التحدي أنك الآن تعرف اسم السيرفر من الأحداث اللي راح تشوف، يعني مش شرط أنك تعرفها الآن، المهم أنا سوف أريك الأحداث واللاك رويال وكل شيء، وأنت حاول أنك تعرف اسم السيرفر بدون ما أقول لك، وفي النهاية راح أقول لك اسم السيرفر مع جميع السيرفرات اللي راح أريكم في هذا الفيديو. المهم كما ترون أول شيء منزلين هذا الحدث اللي في ذلك السكين وايضا الكاتانا، هنا البويا باس الجديد اللي نزلوه في شهر يناير، يعني هذا اول شيء يعني نزلوه في 2023 يناير. اوكي دعونا ندخل لهذا الحدث. اوكي هنا كما ترون يا اصدقاء هذا السكين يمكنك ان تلف، شوفوا عاملين تخفيض يعني ب 15 جوهرة فقط يمكنك ان تلف وبثلاثة جواهر ايضا. اوكي يا اصدقاء بكل صراحة تخفيض اسطوري في هذا السيرفر، يعني ناقص 81% والله تخفيض اسطوري، ولكن اعتقد ان الحظ راح يكون خايس بهذه الجواهر والله اعلم، لانه كل ما كانت الجواهر قليلة كل ما كان الحظ خايس، هذا هو الشيء اللي اعرفه انا في فري فاير من يوم لعبتها. هنا كما ترون اذا كان عندك حجر يمكنك استبداله بمخطط، وايضا اذا كان عندك مخطط يمكنك استبداله بحجر كما تعرفون هذا الحدث معروف في السيرفرات. اوكي يا اصدقاء هنا كما ترون مخطط الكريمينال يعني وجميع المخططات القديمة، اذا كان عندك مخطط يعني خلاص ما بدك اياه يمكنك انك يعني اذا كان عندك يمكنك انك تستبدله بهذا المخطط الجديد يعني تبع الحاضنة الجديدة.
هنا يا أصدقاء كما ترون تيشورتات البوتات، يعني الشورتات وأيضا تيشورت البوتات وأيضا الكوداسات، يعني هذه الكوداسات نادرة جدا. المهم أنا أملكها في الحساب، في هذا الحساب يعني أنا أملكها فيه. أوكي يا أصدقاء، بالنسبة لهذه الكوداسات أعتقد لم تعد في سيرفر مينا أبدا، أعتقد أنها لا زالت نادرة، وصححوا لي هذه المعلومة في التعليقات. أوكي يا أصدقاء، هنا كما ترون يوسف يعني بجوهر يمكنك أنك تحصل عليه. اوكي يا اصدقاء دعونا ندخل لهذا الحدث. اوكي هذا الحدث في لاكي رويال يا اصدقاء، المهم شويه وراح نرجع له. اوكي هنا كما ترون فاير باس اللي نزلوه اعتقد في شهر 12 او في شهر 11. اوكي دعونا ندخل لا في شهر 11 على ما اعتقد. المهم يا اصدقاء لا عارف ليش مازينه هنا صراحه، هذه الاحداث تكون صعب انك تفهمها صراحه، هذه الاحداث والله صعبه في الفهم. اوكي يا اصدقاء اوكي منزلين متجر غامض يا اصدقاء، دعونا نشوف حظنا يا رب يا رب يا رب كل حظ. 85% في يا اصدقاء، والله 85% في الحظ، شيء فعلا اسطوري يا اصدقاء، والله الثمن رخيص جدا. هنا كما ترون هذا السكين تبع الولد، اوكي هذا السكين تبع الفتاة، ورخيصين جدا، فقط 184 جوهرة وكذا، هنا كما ترون 200 جوهرة. صراحة السيرفرات الأجنبية يا أصدقاء دائما تكون فيها يعني الحظ أسطوري، وأيضا يعني حتى في الثمن يكون يعني مش مثل سيرفر مينا. يعني كما تعرفون نعطيكم بس مثال، يعني مثلا بالسيرفر البرازيلي مثلا 1000 جوهرة يصير حساب أسطوري، وأتحداك أنك ترجع في سيرفر مينا حساب أسطوري بألف جوهرة. يلا المهم يا أصدقاء كما ترون هذا السكين أيضا من زدينو 284 جوهرة. أوكي هذا السكين أيضا، هذا السكين تبع الفتاة، هذا السكين تبع الفتاة لو ما شفته في المتجر الغامض راح أقول أنه فقط من زدينو في الجولد رويال، أو يعني يشبه سكينات الجولد رويال، سكينات الفتيات تكون شوية خايسات يا أصدقاء. المهم يا أصدقاء دعونا ندخل لهذا الحدث أيضا نشوف كيف شكله. يلا بسرعة 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 نشوف هذا الحدث. المهم يا أصدقاء هذه الأحداث تكون غريبة شوي، لا أعرف يعني ليش أصلا بينزلوها، تكون يعني حدث غير مفهوم، يعني لا لغة ولا كثير أشياء تكون غير مفهومة. هنا مخطط زمني من 19 ديسمبر لغاية 8 ديسمبر، جميع الأشياء اللي راح تنزل معاهم. هنا كما ترون يا أصدقاء توب أب لهذه الحقيبة، تشحن 500 جوهرة تحصل على هذه الحقيبة. الشيء الأسطوري في السيرفرات الأخرى يا أصدقاء وهو أنه في السيرفرات الأخرى مثلا اذا شحنت 500 جوهرة سوف تحصل على 3 توب ابات ضربة واحدة او توب ابين، يعني شوفوا انتم 500 جوهرة تحصل على هذه 3 توب ابات ضربة واحدة، الثلجة وايضا ذلك الحجر وايضا يعني تلك الحقيبة، يعني كلها ضربة واحدة. المهم هنا كما ترون يعني الاشياء المجانية كما ترون منزلين هذه الاكل القطة وهذه الاشياء وايضا ذلك الحيوان الاليف. هنا كما ترون هذا السكين تبع الفتاة وايضا هذا السكين تبع الولد بالتوكن فقط يا حبيبي، بالتوكن فقط اقول لك، لا غلاء على اي مسكين يا اخي، بالتوكن فقط احصل على هذه الاشياء. هنا كما ترون بطاقات لاكي رويال يا اصدقاء، وهنا كما ترون ايضا هذا السكين. هنا يا اصدقاء هذا الافاتار منزلينه ايضا مجانا، وايضا ذلك الجولد وذلك التطوير تبع الشخصيه. هنا كما ترون 5 رومات خضراء مجانا يا اصدقاء، يعني مجانا. بالنسبه للاخبار المهم هذو الاحداث يعني نفسها اللي شفناها في الاحداث منزلينا ايضا في الاخبار، لما تكون باول بينزلوها في الاخبار، بعد ذلك يعني بتصير في الاحداث. اوكي يا اصدقاء الان دعونا نرى اللاكي رويال، نبدا يا اصدقاء بهذا اللاكي. اوكي هنا منزلين هذا السكين بالتوكن، يعني 5 توكن يعني يمكنك تحصل عليه، يعني التوكن لازم انك تلف 5 لفات وانت وحظك علشان يجيك ذلك التوكن، ويعني وراح تحصل على 4 توكنات بشكل سريع جدا، والتوكن الاخير راح يكون من الصعب انك تحصل عليه كما تعرفون. المهم السكين ظاهر عليه انه اسطوري لكن غالي جدا يا اصدقاء. المهم يا ساتر هنا كما ترون منزلين هذه الرقصة، خلنا نعمل سكرين شوت بهذا الشكل. المهم منزلين هذه الرقصة يا اصدقاء، يعني تنزع 2 من الجوائز بهذا الشكل وتلف عليها ب9 جواهر. اوكي يا اصدقاء هنا منزلين هذا الشوتجان، هذا الشوتجان اذا قلت لكم لحد الان انا مش عارف الرقصة تبعه كيف شكلها. المهم دعونا نشوف رقصته على السريع. اوكي شوفوا شكل الرقصة يا اصدقاء، والله رقص اعرف انه يعني اعرف ان كلكم تعرفونه وكل شيء، لكن انا اذا قلت لكم لحد الان ما شفت الرقصه يا اخي، والله رقصه اسطوريه بكل صراحه. اصلا جميع رقصات الاسلحه المطوره بتكون اسطوريه. الشيء الخايس يا اصدقاء وهو انه لما يكون سكين نازل ويحصل عليه الجميع يصير يعني ما له اي قيمه. المهم يا اصدقاء قيمه اللعبه وقيمه اي شيء في هذا الحياه هو لما يكون مش عند الجميع يا اصدقاء. المهم كما ترون هنا منزلين هذا الاوائم تبع
مش اوائم. هذا الكارل، الكارل منزلين هنا. اوكي، في واحد في الضرر وواحد في مخزن الذخيرة. اوكي، شوية اسطوري. هنا كما ترون هذه الحاضنة ومنزلين فيها ايضا الكيوب ماجيك. اوكي، المهم حاضنة اسطورية يا اصدقاء. والان دعونا مباشرة نروح للمتجر يا اساطير ونشوف المتجر شوية الاشياء اللي نازلة فيه. اوكي، منزلين هذا السكين تبع الولد كما ترون، وايضا هذه الكاتانا، وايضا مجموعة من السكينات يا اصدقاء هنا كما ترون. اوكي اوكي، هنا منزلين هذه الحقيبة. صراحة السيرفر فعلا اسطوري يا اصدقاء، ما خلى لي اي شيء اقوله. واريد تقييمكم من 10 في التعليقات لهذا السيرفر. تقييمي له هو 7 من 10. السيرفر يعتبر اسطوري، 7 من 10. اوكي يا اصدقاء، هنا منزلين مجموعة من البنارات والافاتارات، يعني بجوهرة والله بجوهرة فقط يا اصدقاء. هنا بالنسبة لسكينات كيوب ماجيك، اوكي يا اصدقاء تعتبر سكينات اسطورية اللي نازلة في الكيوب ماجيك. المهم يعني اهمها انها قديمة جدا، في سكينات يعني قديمة كانت في 2019 ونازلة هنا. هناك مثلا يا اصدقاء ايضا سكين الليس منزلين، وعلى فكرة قريبا سوف ينزل ايضا في سيرفر مينا سكين الليس. والان جاءت اللحظة لكي اقول لكم ان هذا السيرفر هو الولايات المتحدة. قل لي في التعليقات هل جبت صح ام لا. والان دعونا نرى السيرفر الثاني الذي معنا في هذا الفيديو. كيف العادة يا اساطير اتحداكم تعرفوا اسم هذا السيرفر بدون ما اقول لكم انا اسمه. المهم يا اصدقاء دعونا نبدا في استعراض هذا السيرفر. اوكي، نبدا بالاحداث بهذا الشكل. هنا كما ترون تشحن 300 جوهرة تحصل على هذه الحقيبة. اعتقد من هذا التوب اب فقط سوف تعرفون اسم السيرفر. المهم يا اصدقاء علموا هذه الثانية وقولوا لي هل عرفتم اسم السيرفر ام لا. اوكي، هنا كما ترون نزلين هذا السكين تبع الفتاة، يعني لسه منزلينه كما ترون، يعني في 31 جانفي 2023، في 31 يناير 2023، راح يعني ما راح يبقى في اللاكي رويال، راح يستمر معنا لمدة شهر. المهم يا اساطير هنا كما ترون ايضا نزلين هذا الامبي 40 يا اصدقاء. كما ترون هذا الامبي 40 يعني حاصل عليه هذا المتابع لانني في حساب احد المتابعين يا اصدقاء، لذلك شفتم معي الفير باست الثالث وكذا والرابع. هنا كما ترون يا اصدقاء، شوفوا يا اصدقاء الشيء الاسطوري يا اصدقاء، اول مره سيرفر مينا راح اقول لكم انه افضل من هذا السيرفر. تعرفون ليش؟ لانه في سيرفر مينا فقط ب 800 جوهره يمكنك انك تحصل على الفير باس، وهنا موجود ب 1200 جوهره. بكل صراحه يا اصدقاء يعتبر هذا، يعتبر يعني سيرفر مينا افضل من هذا السيرفر في هذه النقطه صراحه. يعني لو كان في سيرفر مينا 1200 جوهره وهذا السيرفر فيه 800 جوهره، راح نحس كامل يعني كلنا راح نحس بانه هذا ظلم. المهم يا اساطير هنا كما ترون منزلين هذا السكين ايضا. شوفوا هذا مخطط زمني خاص بهم يا اصدقاء، من 17 لغايه 25 راح يحصلون على ذلك السكين الثلجي، من 18 ل 25 راح يحصلون على الكاتانا. الفاير باس يا اصدقاء ايضا حصلوا عليه في 24 في الشهر، يعني شيء فعلا اسطوري وكثير اشياء. هذه الاحداث اللي تكون بهذا الشكل لا اعرف ليش اكرهها يا اخي، والله العظيم اكرهها لا اعرف لماذا. احداث تكون غريبه يا اصدقاء، يعني احداث ما بحبها اللي بتكون بهذا الشكل وتكون فيها كثره الكلام ومهمات وكذا، يا اخي ما بحبها، احب الاحداث اللي بتكون مختصره. هنا كما ترون هذا السكين ايضا منزلينه هنا، يعني فقط بالتوكن يمكنك انك تحصل عليه، يعني سكين بالمجان يا اساطير. اوكي يا اصدقاء الان دعونا نرى الحدث اللي بعده يا اساطير. هنا كما ترون منزلين ايضا، اعتقد انه هذا نفس الحدث اللي رايناه قبل شوي والله اعلم. المهم لا لا مش هو مش هو. اوكي، هنا كما ترون رومات، يعني روم ساعتين فقط باللعب. كما ترون تجيب 5 بوية تحصل على ذلك الموتور. يا حبيبي السيرفر مره اسطوري. هنا كما ترون اللوت بوكس وهذه الاشياء وهذا التوكن كله مجانا. اوكي، هنا دعونا نشوف هذا الحدث على السريع يا اصدقاء، نشوف كيف شكل هذا الحدث. اوكي يلا يلا دعونا نشوف هذا الحدث مع بعض. هنا كما ترون اعتقد انه حدث مجاني، يمكنك انك تحصل على هذه البطاقات كلها مجانا، وايضا تلك الرماس مجانا. هنا كما ترون هذه البطاقة تبع اللاكي رويال ايضا مجانا، يعني حصلنا عليها امامكم مجانا. اوكي، وذلك الوجه ايضا يا اصدقاء مجانا، يعني كثير كثير اشياء في هذا السيرفر مجانية يا اصدقاء. هنا كما ترون بطاقة حاضنة ايضا مجانا. هنا كما شوفوا شوفوا يا اصدقاء، حصلنا على كثير بطاقات اليوم يا اخي، حصلنا على رومات، على رومات خضر، حصلنا على بطاقة لاكي رويال، بطاقة اسلحة، كثير كثير اشياء يا اصدقاء مجانا فقط بمهمات بسيطة جدا. هنا كما ترون هذا الحدث. اوكي، شوفوا كيف شكل هذا الحدث يا اصدقاء، حدث غريب نوعا ما يا اساطير. المهم اعتقد انك يعني
والله حدث صعب انك تفهمه يا اخي. المهم اللي فهمته منه انا انك يعني تضغط على ذلك الالوان وبعد ذلك بتطلع النغمة يعني من عندك كأنك انت من اخترعتها. هناك مسارون ايضا مخطط زمني، هنا تسجل الدخول لمدة 5 ايام، تحصل على بطاقات لاكي رويال وايضا بطاقات حاضنة وايضا بانر وافاتار وايضا بطاقة لاكي رويال كما ترون، وهذا الصندوق كثير كثير اشياء يا اصدقاء بشكل مجاني. اوكي هناك ما ترون هذا 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 التوكن يا اصدقاء، ايضا يمكنك استبداله بهذا السكين وايضا بالرقصه وايضا بهذا الانفور. هنا يا اساطير كما ترون هذا القميص ايضا مجانا. هنا روم ساعتين مجانا يا اصدقاء. اوكي دعونا نشوف الحدث اللي بعده. هنا بويا باس. اوكي يا اصدقاء هناك ما ترون مجموعه من الاشياء مجانا يا اساطير. شوفوا هذا البويا باس منزلينه، هذا هو اللي قلت لكم عليه قبل شوي ب 1100 جواره. شوفوا هذا الحدث يا اصدقاء، دقيقه شفتوا معي الساكورا صح؟ دعونا نشوف هذا الحدث. اوكي بسرعه. ايليت باس 1622 يوم، 1622 يوم يا اصدقاء، معناتها سنه سنتين ثلاثه اربعه يعني 5 سنوات. لا اعرف هل يتحدثون على العمر الفير باسات، يعني 5 سنوات يا اصدقاء معناتها يعني 5 سنوات يعني من وقارينة تنزل الفير باسات، هذا هو قصده، يعني 5 سنوات وهي تنزل الفير باسات واخيرا يعني دخلت في وهذا يعني كان نهاية الفير باس وقارينة بدأت في البويا باس، هذا هو الشيء اللي فهمته من هذا الحدث يا اصدقاء او من هذا الكلام. كما ترون الساكورا وكثير فير باسات موجودة هنا، ظنيت في الاول انه حدث يمكنك انك تلفي على الساكورا وكذا. المهم يا اساطير الان دعونا نروح لللاكي رويال ونشوف اللاكي رويال شويه الاشياء اللي نازله فيهم يا اصدقاء. المهم كما ترون في الاسم انا سعيد يا اخي، انا سعيد باحلى متابعين يتابعونني. هنا كما ترون يا اساطير منزلين هنا هذا السروال البرازيلي الاصفر. اوكي هنا كما ترون هذا الان 94 وهذا المتابع كما ترون لاف عليه كما ترون ب 199 جواره، يعني خسر عليه جواهر وما حصل عليه، حظه خايس مثل لين اكس. المهم هذا حيث فقط احد المتابعين يا اصدقاء اللي ما بيعرف، والله بدي بس يا اصدقاء ابحث على المكان اللي من خلاله تعرف هذا الشخص كم شاحن هذا الشهر، والله ما وجدته، لا اعرف هل نزعوه ام ماذا. قولوا لي في التعليقات يعني هل نزعوه ام لا يا اصدقاء، يعني المكان اللي تعرف منه يعني تلاقي فيه 1800 جوهره وتشحن يعني تقريبا 200 جوهره تحصل على 50 جوهره، تشحن 800 جوهره تحصل على 300 جوهره ومثل هذا يا اصدقاء. اوكي هنا يا اصدقاء كما ترون هذه الرقصة، صراحة رقصة اسطورية يا اصدقاء، لا اعرف هل رقصة تسجيل الدخول ام ماذا. المهم هذا المتابع ايضا لف على هذه الام بي 40 وحصل عليها. يا اخي اللي شاهد معايا استعراض هذا الحساب يا اصدقاء، يعني حسابه فعلا اسطوري هذا المتابع، وبه يعني صرت اصور كثير مقاطع وشكرا له من القلب، لحد الان لازال مخلي لي حسابه. هنا كما ترون يا اصدقاء هذا الوشاح منزلينه ايضا وذلك السكين، ذلك السكين قبل شوي في سيرفر الولايات المتحدة شفناه يعني نازل في التوكن، هنا نازل في حدث يعني رخيص شوي. هنا كما ترون هذا السكين يعني تبع هذا السلاح موجود هنا في لاكي رويال، تلف عليه ايضا. اوكي هذا السكين تبع الفتاة، خلونا نلف عليه على السريع رغم اننا ما راح نستفيد اي شيء من هذا السكين، يعني اصلا ما راح يعني هو اصلا ولد ما راح يستفيد اصلا يعني من هذا السكين، يعني كل ما بهمه هو سكينات الاولاد. اوكي دعونا نروح للمتجر. هنا كما ترون الحدث اللي شفناه قبل شوي الان 94 وايضا هذه الصناديق كما ترون. اوكي هنا كما ترون هذه السراويل البرازيليه الان 94، خلونا ننزل بهذا الشكل. اوكي يا اصدقاء بالنسبة للعروض هنا منزلين مجموعة من العروض يعني تبع الأسلحة فقط. الآن دعونا نشوف، شوفوا يا أصدقاء عنده أربعة كيوب ماجيك يا أصدقاء، شو رأيكم نخسرهم يا أصدقاء؟ لا ما راح أخسرهم، والله لو كان حسابي كنت راح أصلا يعني سكينات الكيوب ماجيك اللي نازلين هنا خايسات، لو كانوا سكينات أسطوريات كنت يعني راح أخسر له الكيوب ماجيك، لكن سكينات يا أصدقاء ظاهرين أنهم خايسات لذلك ما راح يعني ما راح أخسر كيوب ماجيك أنا على مثلا هذا السكين تبع الفتاة أو سكين آخر. والان يا اصدقاء جاءت اللحظه، اعرف ان الكثير منكم بده يعرف اسم هذا السيرفر، هذا السيرفر هو السيرفر الاوروبي، قولوا لي هل جبتها صح ام لا يا اصدقاء. ثالث سيرفر معنا في هذا الفيديو يا اصدقاء، ايضا اتحداكم انكم تعرفوا اسمه من الاحداث والاشياء اللي نازله فيه بدون ما اقول لكم انا اسمه، حتى النهايه وسوف اقول لكم انا اسمه. المهم يا اصدقاء اول شيء كما ترون منزلين هذا السكين تبع الفتاه في اللاكي رويال. المهم شويه راح نرجع نشوف اشياء اللي نازله في اللاكي رويال، راح نكتفي بس بالاحداث يا اصدقاء، نشوفها نشوف الاقسام والاحداث بعد ذلك سوف نذهب لللاكي رويال والمتجر.
هناك مسارون. وداعا ايها الاليس باس، ومرحبا بك ايها البويا باس بروميال. هذا البويا باس عاملين له في الاسم يعني بويا باس بروميال، لا اعرف لماذا. مهم يا اصدقاء، صراحه بدات اشتاق للاليس باس يا اخي، يعني بدانا نشتاق للاليس باس رغم انه البويا باس لسه نازل، ولكن يا اخي كنا ندخل نشوف تصريح النخبه، الان صارت تصريح البويا. المهم يا اصدقاء، هناك ما ترون متجر غامض، يا هلا والله بالمتجر الغامض. المهم يا اصدقاء، كما ترون منزلين هذا السكين تبع الرابر، وايضا هذا السكين تبع الفتاة. خلونا ندخل ونشوف كيف شكل هذا المتجر الغامض، دخول بهذا الشكل. المهم حظنا اسطوري بكل صراحه، جاتنا 86% في التخفيض، صراحه شيء اسطوري. هناك ما ترون هذا هو السكين تبع الفتاة تبع الرابر. يا اخي والله لا، يا ليت يعني قارينا انها تنزل اشياء جديده، هذه الاشياء يعني كانت من 2019 ولسه بتنزل يا اخي. المهم 167 يعتبر ثمن كويس، ولكن يعني احنا بدنا اشياء جديده. فعلا غارينا صارت تنزل يعني تصنع كثير سكينات جديده، ولكن يا اخي مش مثل اشياء زمان، يعني مش مثل 2018 و2019. هناك ما ترون يعني كثير اشياء رخيصه يا اصدقاء، كما ترون يعني هذه الرقصه فقط ب 48 جوهره، هذه الحقيبة كما ترون يعني قديمة جدا وصارت فقط ب 55 جوهرة، هذا اللوت بوكس ب 55 جوهرة، يعني أنا أقول لك تقريبا 500 أو 1000 جوهرة تحرق أم المتجر الغامض يا أخي. المهم يا أصدقاء، هذا هو الشيء المميز في السيرفرات الأخرى، مش مثل سيرفر مينا. السيرفرات الأخرى أحس أنه ما يتم فيها النصب كثير، مش مثل سيرفر مينا. سيرفر مينا يا أخي سيرفر يحلب منك يا أخي، تبيع كليتك علشان تحصل على سكين معين، ودائما برج التوكن يا أخي ما ينزلوا لك أشياء شوية رخيصة. هناك ما ترون هذا السكين ب 167 جوهرة، بطاقة تغيير الاسم ب 63 جوهرة. كما ترون هذا الوشاح، شوفوا شكل هذا الوشاح يا أخي، صراحة جميل. وهناك ما ترون هذه المظلات أيضا فقط ب 41 جوهرة، هنا هذه القنبلة. أوكي يا أصدقاء، هناك ما ترون هذا الحدث يا أصدقاء أيضا نازل في اللاكي رويال. المهم شوية راح نرجع له، يعني أحداث اللاكي رويال شوية وراح نرجع لها. هناك ما ترون هذه الثلجة أيضا منزلينها يا أصدقاء في اللاكي رويال. يا أخي كل شيء لاكي رويال يا أخي، خلونا نشوف شوية الأحداث الموجودة هون، كل شيء لاكي رويال. أخرج يلا. هناك ما ترون وأخيرا حدث مش في اللاكي رويال، هناك ما ترون يا أصدقاء هذا السكين ب 100 توكن يمكنك انك تحصل على هذا السكين. هناك مثلا ب 45 توكن يمكنك انك تحصل على ذلك المنجال. هنا هذه هناك ما ترون هذا الوشاح ايضا بالتوكن، المزلجة ايضا بالتوكن، كل شيء بالتوكن يا اخي، كل شيء بالتوكن. هناك ما ترون يا اصدقاء هذا السكين تبع الفتاة كما ترون ب 25 توكن يمكنك انك تحصل عليه. هناك ما ترون هذا العصا ايضا يعني فقط مجانا، يعني كثير 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 اشياء مجانية يا اصدقاء. كما ترون ايضا الاليس باس اللي نزلوه في الشهر اللي فات مجانا يعني في جميع السيرفرات. يا اخي لا اعرف ليش اكره الاحداث اللي تكون مثل هيك يا اخي، لا اعرف ليش اكرهها بكل صراحة. المهم خلونا نرجع بهذا الشكل. اوكي هناك ما ترون يا اصدقاء ايضا منزلين هذا السكين ومنزلين ذلك الموتور وكثير اشياء مهمات. يا اخي لا اعرف ليش اكره تلك الاحداث يا اخي، لما يكون حدث فيه كثره الكتابات ما بحبه، انا احب حدث يكون مختصر. هناك ما ترون هذه السياره منزلينها تلعب يعني تجري 3000 متر تحصل عليها. هناك ما ترون هذه الروم الخضراء ايضا منزلينها يعني مجانا. اوكي خلونا ننزل بهذا الشكل. المهم هذا كل شيء في الاخبار، الان دعونا مباشره ننتقل لللاكي رويال يا اصدقاء ونشوف. اوكي يا ساتر، هناك ما ترون منزلين هذه الكاتانا ومنزلين هذه الاشياء، يعني الكاتانا يعني منزلين كاتانات انواع واشكال كما ترون، هذه الكاتانا وهذه ايضا. هناك ما ترون هذه الاجساد ايضا منزلينها. المهم راح نختار هذا الجسد، يعني كلهم اصلا ما صاروا نادرات كثير، لذلك نختار اللي اختاريناه ما في مشكل. هناك ما ترون يا ساتر منزلين هذا السكين تبع الولد ايضا، ومنزلين ذلك الوشاح ايضا، ومنزلين ذلك السكين تبع السلاح، يعني كلهم منزلينهم في حدث واحد وفي مكان لاكي رويال. هناك ما ترون هذه الرقصة ايضا منزلينها في هذا السيرفر، يعني تقريبا نزلوها في جميع السيرفرات الاجنبية على ما شفت يا اصدقاء، سيرفر مينا هو اللي لسه ما شفته. هناك ما ترون هذه القبضة ايضا منزلينها، شوفوا شكلها يا اصدقاء كيف شكله، صراحة قبضة اسطورية بكل صراحة. المهم يا ساطر، هنا منزلين هذه الآن 94 كما ترون، تلف عليه بتسع جواهر يمكنك انك تحصل عليه. شوفوا الرقصة تبعه يا اصدقائي، إذا قلت لكم انني لحد الآن ما شفت الرقصة تبع هذا الآن، شوفوا كيف شكل الرقصة، يا لا والله رقصة اسطورية يا اصدقاء، والله رقصة اسطورية. المهم دعونا نشوف شيء ثاني.
هناك مثلا بالنسبة للدايموند رويال يا ساتر منزلين هذا السكين ايضا، لف عليه لف عليه بهذه البطاقة التي نمتلكها. اوكي يا اساطير، هنا كما ترون منزلين هذا السكين تبع السلاح ايضا، يعني تبع الكار. اوكي يا اصدقاء، حصلنا على هذا السكين، على هذا الشورت دائم، وهذا الكار اللي وريتكم اياه قبل شوي. المهم ايضا منزلينه هنا في 2 في الضرر وواحد في مخزن الذخيره. هنا هذه الحاضنه كما ترون لسه ما شالوها يا اخي، اصنعوا لنا حاضنه جديده. المهم نروح للمتجر بهذا الشكل ونشوف شو هي الاشياء اللي لسه ما شفناها، وخاصه سكين كيوب ماجيك. هنا كما ترون سكين الرابر تلجا، هذه القبضة كما ترون، كل شيء يا أصدقاء، يعني اللي شفناه قبل شوي منزلينه مرة أخرى في المتجر، يعني كأنهم يعني يعلموك بالحدث مرة ثانية. أوكي هنا كما ترون هذه السكين تبع الكاتانا. أوكي هذه القبضة، هذا السلاح، وهذا السكين أيضا كما ترون. المهم يا ساطير، يعني القبضة كما قلت لكم، وهذه السكينات كاملة. هنا هذا الصندوق دعونا نحصل عليه بهذا الشكل، يعني بالمجان هذا الصندوق. اوكي بالنسبه لسكينات كيوب ماجيك، يجب ان نرى سكينات كيوب ماجيك. المهم يا اصدقاء، سكينات بكل صراحه اسطوريه في هذا السيرفر، صراحه سكينات كيوب ماجيك اسطوريه يا اصدقاء. قولوا لي رايكم في التعليقات في سكينات كيوب ماجيك. والان جئنا للحظه الاسطوريه وهي اسم السيرفر. اسم السيرفر يا اصدقاء وهو السيرفر التايلاندي، قولوا لي في التعليقات هل جبته صح ام لا يا اصدقاء. هذا السيرفر وهو السيرفر التايلاندي، وكان معنا اخر سيرفر في هذا الفيديو. المهم يا اساطير، هنا سنكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو، ويجب ان تعرفوا يا اصدقاء ان هذه الفيديوهات من بين الفيديوهات التي اتعب عليها كثيرا، خاصة السيرفرات. لذلك اتمنى الكل يحط لايك ويشترك في القناة ويفعل الجرس لكي يصله كل ما هو جديد في الثانية الاولى. ولا تنسوا يا اصدقاء موضوع الشراكة، وهو انكم تروحوا عند ذلك المطور منشن وايضا الرسائل وكل شيء، وتقولوا له يعني نريد لينكس في الشراكة، وبدنا ندخل للشراكة في اقرب وقت يا اصدقاء، رغم موت اللعبة رغم كل شيء، ولكن بدنا ندخل للشراكة، يعني نخليها في التاريخ، اخر شيء في هذه اللعبة هي الشراكة يا اصدقاء. واتمنى يا اصدقاء انه هذا الفيديو يكون اعجابكم، لا تنسوا الفولو في الانستغرام، وايضا هذه قناتي الثانية لا تنسوا انكم تشتركوا فيها. وبدون مطولات اكثر، كان معكم اخوكم لين اكس، احبكم في الله، والسلام عليكم.